الفرصة بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة داء السيدة باش نقول للناس أن السيدة مازال موجودة وأن الإصابات مازالت تقتل، وبالتالي هو وقفة باش أننا نحاولوا نمرروا الرسالة ديال ضرورة الوقاية، ضرورة التشخيص المبكر واتباع العلاج من أجل وقف انتقال هذا الفيروس. اليوم العالمي لمكافحة السيدة كذلك هو فرصة من أجل العمل مع الشباب خلال السنة بطبيعة الحال، ولكن للوقوف كذلك على أهم المشاكل المرتبطة بالوجه الوقاية، هي مشكل ديال الطابوات، المشكل ديال غياب الوعي حول الأمراض المنقولة جنسيا وحالة السلوكيات المرتبطة بالسيدة من بينها المخدرات القبيلة للحقن. كان عندنا الحظ على أننا يشاركوا معنا مجموعة من الشباب مشروع حومة تي بي في جمعية لايسيد من أجل إنتاج واحد البودكاست أو فيلم قصير توعوي حول الموضوع، واللي قمنا بعرضه اليوم مع مجموعة من الفاعلين من المجتمع المدني والشباب، واللي حاولوا من خلاله يمروا واحد الرسالة واضحة للشباب وأن السيدة ممكن القضاء عليها، ولكن بالتزام الوقاية بالتشخيص المبكر وباتباع العلاج، وكذلك من أجل محاربة الوصم والتمييز. كما شفتوا اليوم كان عندنا واحد عرض ديال فيلم قصير، نقولوا فيلم قصير وان كانت الامكانيات اللي خدمنا بها بسيطه جدا او اقل من انها بسيطه وفي ظروف صعبه مع شباب الحومه تي في. الهدف من هذا الفيلم هو اعطاء ميساج حول مرض السيده وكيفيه ديال الوقايه منه، على اعتبار انه للاسف هذا المرض اللي ولا منتشر بكثره في بلادنا، واللي حنا كنطمحوا ان يكون عندنا زيرو مصاب من 2030. مازال طابو، مازال اسر، مازال سبب كيحسم انه يظهر فيه. كان هذه فرصه نستغلوا التطور التكنولوجي اللي كاينه ونستعملوا التقنيه ديال الصوت والصوره باش يكون ابلغ، وحنا كنحتفيو باليوم العالمي لمحاربه داء السيده. اذا هذا هو السياق، سياق الهدف منه واننا نوصلوا جميع اللي كان اليوم، وان كانوا معنا الاسر ديال الشباب لانهم مثلوا معنا، كانوا جمعيات، كانوا رجال ونساء صحافه، كانوا مستشارين جماعيين في بعض المقاطعات، يعني فعاليه المجتمع كانت كامله حاضره من اجل ايصال هذا الصوت. وشكرا لكم، لان بلا اعلام ما يمكنش انه يوصل الصوت ديالنا كمجتمع المدني.